معنا وعدناكم من نوصل بحيرة شيبان نطلع لكم الرحلة مالتنا. هسه وصلنا احنا الى بحيرة شيبان والان نحن فوق التلة اللي هي اعلى منطقة في البحيرة قرب هذا الدير. عندنا تقرير مفصل عن بحيرة شيبان تقدرون تتابعوه على اليوتيوب. على اليوتيوب فقط اكتب قرارات السياحة تفتح لك الصفحة قناتنا قرارات السياحة تلقى بها تقارير عن بحيرة شيبان. عندنا تقرير خاص ومميز نشرناه قبل تقريبا اسبوعين كاتبين عليها بحيرة شيبان تحت الجليد. البحيرة كيف متجمدة وتشوفوها استمتعوا بالمشاهد ان شاء الله. الجو لطيف الجو لطيف تقريبا 7-8 درجات يمكن. هذه بحيرة شيبان اليوم 3 نوفمبر هذه الوضعية هنا. هذا الجبال ما اعرف اذا واضح عندكم لو لا هي الجبال اللي تنبع منها الجداول والينابيع اللي عددها 28 وتصب في بحيرة شيبان تتكون هذه البحيرة. بحيرة شيبان تعتبر اكبر بحيرات جمهورية ارمينيا وتقع على ارتفاع ما يقارب 1900 متر. اعمق نقطة فيها نعيدها لكم للي يتابعنا وما سمع عنها 85 متر. هذه المنطقة كانت عبارة عن جزيرة لحد سنة الخمسينات 1950-51. هذا اللي نشوفه امامنا اتنشفت في عام 1950-51 وتحول الى بلاجات لان هذه التلة هذا الدير كان في وسط البحيرة. هنا كانت عبارة عن جزيرة يوصلوها عن طريق الزوارق. بالخمسينات مستوى البحيرة انخفض فاضطروا ان ينشفوها وسووا هذا الانشاء. هذا بالصيف طبعا تطل السكان بالناس بالسواح ولو هسه ما شاء الله مو قاصرين وايد جايين. تقدر تاخذ عائلتك تجي تختار لك اي مكان جوا هذه الاشجار تقعد وتقضي يومك من الصبح لليل. في اماكن ممكن للسكن تقدر تاجر لك كوتيج تقدر تاجر لك فندق موجوده منتجعات. يلا قدم بعد امام يلا تعال من هناك. هذا الدير اللي نشوفه امامنا من عام 874 ميلادية يعني ما يقارب نقول 1150 سنة 1200 سنة تقريبا عمر هذا الدير. ديرين بنتها مريم بنت اشوط الاول. اشوط بعدين اصبح ملك ارمينيا سموه اشوط الحديد. وكل من زار هذا المنطقة شافه طبعا استغرب قال هذا بحر هذه مو بحيرة. فعلا تتميز بكبرها وبحيرة شيبان تعتبر من بحيرات ذات المياه العذبة لأن الماء اللي يمتلئ في البحيرة مو مي أمطار ولا مي ثلوج بالإضافة إلى كل هذه مياه الينابيع. وأرمينيا مشهورة بينابيع الماء الصالح للشرب. هذا تاخذ حمام تنطيه 1000 درام 2000 درام تنوي وتطيره. انوي؟ تنوي تخلي لك فد املي وتطيرها. شلون كذا؟ حمامه تفتر تروح حق صاحبه وانت ترجع لبيتك دافع 2000 درام كل شيء ما هو ويردونها هني مره ثانيه. طبعا ويعطوها لغيرك باكر. يلا اصغانا راح نتوقف من النقل.
راح نرافق جماعتنا شوية نشرح لهم، وتقدرون تتابعون التقارير على اليوتيوب، فقط اكتب قرارات للسياحة. إلى اللقاء أصدقائنا، وشكرا لمتابعتكم.